اهلا بكم اخواني الاعزاء، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ رجعت لكم اليوم. احد الاصدقاء طلب من عندي، سألني سؤال، يقول ما جاي كأنك عندي على الراوتر او على الهاتف، يقول ما جاي اتصل وما اعرف الطريقة شلون، حسب كلامه هو. واليوم رجعت راح اوضح كيفية طريقة أو طريقة تكنيك أو الاتصال عن طريق الواي فاي على الراوتر أو عن طريق الهاتف. أول ما عليك، أولا اذهب إلى الإعدادات، روح مباشرة إلى الإعدادات، بعدين نروح إلى الشبكة، نضغطها كذا ونتجه وبعدين ندوس على اتجاه اليمين. الاختيار الأول هو إعدادات الإنترنت، انترنت مالت اللي اذا انت كنت متصل مباشرة عن طريق الكيبل للشاشة. انا حاليا ما متصل، هو بس ادخال الاي بي نفس الطريقة بالضبط. احنا نروح هنا او اعدادات اللاسلكي، او هي باعتبار عن طريق الواي فاي، نضغط عليها اوكي، نذهب الى كلمة مسح، نضغط عليها اوكي، راح تطلع لنا القوائم اللي عندنا، يعني مثل يا شبكه نريدها، عندنا اندرويد، هسه انا حاليا عندي اندرويد، هاي مرتبط عن طريق الهاتف، او هنا أنا مثلا هذا كلمه علي امير اللي هو جيراننا ايضا عنده واي فاي، كلمه على هاي، اذن كل الشبكات موجوده، اي وحده تعجبك انت اللي تريد تكنك عليها تضغط عليها. مثلا على اول وحده انا اريد اضغط عليها اوكي، راح تطلع لك هاي القائمه. هاي القائمة هنا أنا يقول لك ادخل الأرقام، أقل شيء 8 إلى 63 رقم، نضغط عليها أوكي، راح تطلع لنا هنا ندخل الرقم السري، ندخل على الرقم السري، نروح مثلا أنا هذا الرقم السري اللي هو مال الراوتر مالتك. مثلا أنا عندي فد لحظة، اعتذر عن تأخر شوية، بس الرمز هذا ستة ستة. حاليا دخلنا الرقم، نضغط على هذه الكلمة بالأخير، نذهب لها كذا، نعطي اتصال، راح قبل شوية نجح التوصيل. بهذه الطريقة أنت حاليا متصل بالنت وتكنك. وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بقناتي للحصول على كل ما هو جديد، وانتظروني قريبا إن شاء الله. مع السلامة.